كل سنة وانتو طيبين. رمضان على الأبواب وكلنا بنحب ناكل الحلويات بعد الفطار، وعلشان البلح بيبقى متوفر عندنا في البيت بكثرة، النهاردة نعمله مع بعض بشكل مختلف كنوع من الحلو. ان شاء الله يعجبكم البلح بالمكسرات والشوكولاتة. يلا نشوف هنعمله ازاي. اول مرة يشوفني ياريت ما ينساش يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يتابع كل جديد. الوصفة دي احنا هنحتاج البلح الطري علشان هو بيبقى مسكر وفي نفس الوقت بيبقى سهل ان احنا نطلع منه النوى ومش هيتكسر مننا. دلوقتي انا بطلع النوى بتاع البلح وبشيل الجزء اللي من فوق ده لاني مش هنستخدمه. هنجرب واحدة كمان، هنشيل النوى. هنكمل كده لغايه لما نخلص بقيه الكميه كلها. دي بيحبها قوي الاطفال، خصوصا انها فيها الشوكولاته اللي هم بيحبوها وكمان انواع المكسرات، فاحنا كمان هنضيف لهم فايده جديده وهي فايده البلح. ممكن نحشي البلح اي نوع من المكسرات متوفر عندك. انا كان متوفر عندي الكاجو، فعشان كده انا هبدا استخدم الكاجو في الوصفه دي. هحشي البلح كله بالكاجو وهبدأ أنزله في أي نوع شوكولاتة سايحة عندي، إذا كانت نوتيلا أي نوع شوكولاتة عندي متوفر في البيت أقدر أسيحه على حمام بخار أو أحطه في الميكرويف وأقدر أستخدمها في الوصفة دي. أنا هنا جهزت أول واحدة وهبدأ أكمل بقية الكمية المتوفرة عندي واحدة واحدة بنفس الطريقة بالظبط. هحشيها الأول بالمكسرات المتوفرة عندي وبعدين هنزلها في الشوكولاتة السايحة. كده انا خلصت كل الكمية اللي موجودة عندي. هبدأ احط عليها شوية مكسرات مجروشة وهدخلها التلاجة وهوريكم شكلها بعد ما تخرج. وده شكلها بعد ما خرجناها من الفريزر، قعدت حوالي من ربع لنص ساعة علشان تمسك كويس. وده شكلها النهائي. يا رب ان شاء الله الوصفة تعجبكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناة علشان تتابعوا كل جديد. باي باي.